الإشكال، هذاك الله مولانا العظيم. هذه الأداية المقدسة في اللغة الفرنسية إذا كان ممكن. Mon propos va dans un contexte marqué par un nouveau cadre conceptuel, national aigu, qui est marqué par la rareté, le fait qu'on ne peut pas distinguer l'élite interne de richesse mobile. Et richesse mobile, vous perdez votre temps. Vous avez l'éthique qui précède la doctrine. Et ceci depuis le début du siècle, depuis la fameuse déclaration totalement de la théorie économique. C'est-à-dire, et qui a été ensuite secrétaire d'État. Donc, l'Algérie avait toujours un crédit pour son éthique. Et cette éthique-là, cette constance, l'Algérie, notamment avec 1960, Passau a été proposé en 69. L'Algérie était pionnière dans ce domaine et avait le respect de tous. En 71, lorsqu'il y a nationalisation du pétrole, les compétitions qui nous poussent quotidiennement à essayer de faire en sorte que ces jeunes-là puissent avoir l'accompagnement nécessaire pour la création de leur entreprise. Donc, pour revenir un peu au postulat de départ, en Algérie, on ne crée pas suffisamment d'entreprises. إنه من دواعي الغبطة والفخر أن نرحب بكم سيداتي سادتي لدى المديرية العامة للخزينة والمحاسبة في أول جلسة من جلسات الخزينة، وهو برنامج وضعته مديريتنا العامة تحت رعاية وإشراف السيد وزير المالية قصد بعث نقاش بين إطارات وزارة المالية والقطاعات الأخرى بمساهمة خبراء الاقتصاد والمالية في مجالات اهتمام ومهام المديرية العامة للخزينة والمحاسبة، أخص بالذكر ميادين الحوكمة، التسيير، المالية العامة، المحاسبة، إشراف على المؤسسات العمومية، البنوك والتأمينات. يسعدنا أن أفتتح اليوم فعالية هذه الجلسات لتكون البداية مع أول ندوة تجمعنا تحت عنوان المساءلة والنجاعة من أجل النمو الشامل، أي دور للمؤسسات الناشئة. ففي خضم التحديات الكبرى سواء على صعيدين الاقتصادي أو الاجتماعي، باشرت الجزائر تنفيذ إصلاحات عميقة لبناء نموذج اقتصادي جديد قائم على التنويع والتحسيس القاعدة الإنتاجية للاقتصاد وخلق ثروات وتحرير روح المبادرة لما سيكون له الأثر الكبير على النموذج المجتمعاتي الذي تطمح الدولة لإرساء دعائمه. بفضل هذه الجهود لا سيما الاقتصادية منها، حققت الجزائر ارتفاعا ملموسا لناتج الداخلي الخام خلال السنوات الأخيرة، مما مكنها من تعزيز المكاسب الاجتماعية والدعم الاستثمار وتطوير البنية التحتية القاعدية. ومواصلة لهذه الجهود، تسعى مؤسسة الدولة جاهدة من أجل البحث عن السبل الكفيلة بالدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وهو ما يتطلب بالدرجة الأولى الالتزام قوي بالمساءلة وتحري النجاعة، ما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.